الإنسان يجب أن يكون منتجاً كالبستاني، يعني حينما يزرع لا يفكر ولا يهز هم نفسه فقط، وإنما يزرع ويغرس يعني من أجل أجيال قد تأتي بعد موته لكي تستفيد من الشجرة. Ja, voorzitter, ik ging zitten omdat ik denk, we komen er toch niet uit. أنا من موالد المغرب في قرية بويافار في شمال المغرب، يعني في إقليم الناظور. أبي كان في بداية الستينات كان يعني في أوروبا، يعني هاجر إلى أوروبا. كنت أنظر إلى أبي أنه بطل، يعني هاجر من تلك القرية يعني لمسافة 3000 كيلو ليصل إلى هولندا لكي يسترزق ولكي نعيش كذلك نحن أبناؤه يعني حياة طيبة. حينما أتيت إلى هولندا في 1979 كنت أتكلم اللغة الأمازيغية ولم أتكلم العربية ولا أعرف الكتابة ولا القراءة، فالتحقت بالمدرسة الابتدائية، فلأول مرة أتعلم الكتابة والقراءة كانت عندي 10 سنوات، فتعلمت الهولندية وتعلمت العربية أيضا في هولندا. إحنا حينما كنا في المغرب كان عندنا حلم واحد أسميه أنا الحلم الهولندي، يعني كنا نحلم أن نذهب إلى هولندا، يعني البلد الطيبة، بلد العسل والحليب. يعني حينما وصلنا في 1979 إلى هولندا يعني كنت جد واعي بأنني لدي فرص وإمكانيات لتحقيق أهداف، والهدف الرئيسي كان أن أصنع يعني حياتي. يومياً أتعلم الكلمات والمفردات الهولندية بطريقة وكأنني أحفظ آيات قرآنية، فاستطعت يعني داخل يعني سنتين أن يعني أتحكم وأن أتعلم اللغة الهولندية، والتحقت بعد عامين بالمعهد التكوين المهني. كنت أود أن أصبح يعني نجار، لأن أبي كان يوصينا أن نتعلم الحرف، أن نتعلم المهنة، بحيث الفكرة كانت آنذاك أن الإنسان حينما يتعلم المهنة نرجع إلى المغرب ونعمل هناك. يعني كنا ضيوف في هذا البلد، لم نكن نحسب أنفسنا أننا مواطنون. لكن حينما تعلمت النجارة بدأت أكتشف أنني لست مؤهلاً لتلك المهن، وإنما مؤهل لأن أكون يعني مساعداً، ممرضاً، مساعداً اجتماعياً، أن أعمل مع الناس، مش مع الخشب وإنما مع البشر، مع الناس، أن أكون في خدمة الإنسان. بعد النجارة التحقت بتكوين الممرضين، فبدأت يعني أكتشف يعني مهاراتي. يعني فعملت لفترة يعني كممرض في مستشفى، بعد ذلك خرجت من هناك وعملت في معمل ل3 سنوات، فرأيت أنني يجب أن أرجع إلى المدرسة، فالتحقت آنذاك يعني بالمعهد، معهد الشرطة، التحقت بالشرطة، وفي نفس الوقت كنت أدرس بالليل في الدراسات العليا لأصبح أستاذاً يعني في العلوم السياسية. كنت أكتشف مهاراتي ومواهبي على أرض الواقع، نعمل ونكتشف. فاكتشفت يعني بعد مدة أنني لا أريد أن أعمل أو أدرس فقط بمجرد يعني المال أو الاسترزاق،
بل لكي أفيد. فاكتشفت أن مواهبي في ميادين الخدمات للناس، يعني ممرض، شرطي، معلم. وكنت آنذاك من السابقين أو من الأولين، يعني من الجنس المغربي أو الأجنبي الذين يلتحقون المعهد الشرطة. التحقت كذلك يعني بمعهد تكوين الأساتذة في ميدان السياسي، فتخرجت يعني بعد 5 سنوات، كنت يعني أعمل كضابط شرطة، وتخرجت كذلك يعني أستاذ في الميدان السياسي، وكنت أدرس يعني مرة في الأسبوع في الوقت اللي كنت أعمل فيها يعني كذلك مع الشرطة، 4 أيام عند الشرطة ويوم واحد أدرس يعني في المدرسة. فطبعا استقبلونا استقبال جيد، لكن في نفس الوقت كانت كذلك يعني إحنا كنا الأوائل، لكن حتى بالنسبة للجهاز كانت أول تجربة ستكون لهم مع عرب في الشرطة، فكانت هناك يعني حساسيات، لكن كانت فترة يعني قليلة جدا، لأن حينما تلتحق يعني بميدان معين وتكون يعني تتقن عملك وتتقن كذلك يعني المهنة تكسب الاحترام مع الوقت. عملت لمدة 10 سنوات في جهاز الشرطة، فطبعاً ميدان الشرطة ميدان تنفيذي، ترى فيها مشاكل قد تكون يعني بدأت بقرارات اتخذت سياسياً، فبدأت كذلك أفكر يعني في هذا الميدان، يعني فكان طبعاً شبه طبيعي حينما يكون عندك طموح لتغيير يعني أحوال الناس للأحسن وتكون في الميدان التنفيذي، أنك تنتقل إلى الميدان التي تؤخذ فيه القرارات التي ينفذها مثلاً الشرطة، وكذلك حينما تكون في البرلمان. فأردت يعني في الميدان السياسي أن أكون في الميدان الذي تؤخذ فيه القرارات، والذي يتيح لك الفرصة والوسعة كذلك لطرح أفكار من غير الأفكار التي كانت يعني من قبل، لكي يكون يعني هناك تغيير في المجتمع، ويكون يعني إيجاد يعني حلول للمشاكل الاجتماعية التي كنت أراها يعني كشرطي أو كأستاذ يعني في الميدان التعليمي. أصبحت عضواً يعني في حزب العمل، وكنت يعني في بداية 2005 يعني طلبني الحزب لأن أشارك مشاركة يعني فعالة في الميدان السياسي. لكي تكون مرشحا للحزب يجب ان تكون لك يعني درايه وتجربه يعني في الميدان الاجتماعي مثلا، فالتجربه التي اخذتها يعني لا في التعليم ولا يعني في الشرطه، لكن حتى التجربه انك يعني تاتي كابن 10 سنوات من بلد بعيد لا دراسه، وكنت اميا واستطعت ان تترقى يعني في المجتمع بالتعليم، هذا كذلك نموذج حي فيما يخص يعني الطموحات وأهداف الحزب، حزب العمل. فلذا أعتقد أنهم طلبوني آنذاك لكي أشارك يعني في اللائحة. كنت إنسان يعني خارجي ضيف على هذا المجتمع، أصبحت يعني كنت مواطنا، كنت أحس بقناعة أنني مواطن لهذا البلد، وأن صلاح هذا البلد هو صلاحي كذلك، وأن من واجبي كذلك أن أعمل لوطني وأن أشارك. والميدان السياسي طبعا هو باب من الأبواب التي يمكن أن يستعملها المواطن لكي يفيد منه المجتمع ويرد يعني من النفع الذي أخذ من قبل.
ترشحت يعني كزعيم لحزب العمل في مقاطعة سلوترفارت، وانتصرنا في الانتخابات، فأصبحت في سنة 2006 حتى 2010 عمدة لمقاطعة سلوترفارت. ومقاطعة سلوترفارت كانت معروفة آنذاك بمشاكلها، كانت مشاكل يعني سياسية اجتماعية معقدة جدا، كان هناك تطرف، وكانت هناك مجموعات من شباب يعني ترتكب الإجرام، وكان هناك يعني مشاكل في ميدان السكن والتعليم. فاستطعنا أن نضع آنذاك يعني مذكرة سياسية التي جعلت أن تغير هذه الأوضاع داخل 4 سنوات من الوضع السيء إلى الأحسن. ISIS is een product van het salafisme. Jihadisme is een product van het salafisme. En ik vind dat we die ideologie dus ook moeten aanspreken. Zeker als die georganiseerd een streven heeft die in contra onze wetgeving, in strijd is met onze wet. Dat voorschrijdend inzicht, voorzitter. Ik geloof namelijk nog altijd dat je ideeën met betere ideeën moet bestrijden. Onderwijs, 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 onze kinderen ook weer bam. Daar geloof ik nog steeds in. Maar het voorschrijdende inzicht, voorzitter, en dan geef ik gewoon toe, de wereld is veranderd. Ik bedoel, ik had toen niet honderden jongeren die richting een gewelddadige oord afreisden, of duizenden sympathisanten. We hadden toen geen aanslagen in Parijs en we hadden toen ook geen ISIS. أنا طبعاً شخصياً مسلم وبقناعة مسلم، وأؤمن أن يعني السلف الصالح ممن يؤخذ منهم يعني الدين كذلك، لكن السلفية فكر سياسي يهدد المجتمع ويهدد الاستقرار والأمن لهذا البلد، لأنه يشجع الشباب على القتال ويقول للشباب أن هذا المجتمع كافر. في بعض الحالات يحرمون الوجود يعني في المجتمع الأوروبي، يرفضون الديمقراطية ويرفضون التعددية والتعايش بين الناس، ونراهم يؤمنون بهذه الفكرة أنه يجب أن يحارب كل من يخالفه فكريا وكل من يخالفه دينيا. أخت u een van de radicale imams in onze samenleving en u doet radicale uitspraken. من يحدد الراديكالية؟ ايش صفتك حتى تحدد الراديكالية؟ انا من يحكم، انا كعالم دين. احكم عليك انك راديكالي او غير راديكالي ولا العكس. U hebt gezegd een paar weken voor de moord op Theo van Gogh in een van uw preken. اللهم انزل على فان خوخ داعا يعجز عن مداواته اهل الارض جميعا ويشتهي فان خوخ الموت ولا يجده. Dit is geen mooie boodschap. Mijn islam is een islam waarin vrede wordt gepredikt, waarin de mensen die ontspoord zijn. Mag ik even uitspreken? Die ontspoort. Maar ook al zou van Gogh fout zijn geweest, dan had u kunnen zeggen van Allahumma hadi van Gogh. God leidt hem naar de goede weg. نحن الآن في ساحة البرلمان، فبرلمان طبعاً الهولندي يعني ينتخب مرة في 4 سنوات، ويمكن لأي مواطن له مشاركة يعني في حزب سياسي معين، إذا وضعه حزبه على لائحة الاقتراعات يعني ينتخب كبرلماني. يعني حتى المواطن من أصل أجنبي الذي له جنسية هولندية، وأنا الذي أتكلم معكم لدي مزدوجة الجنسية، عندي جنسية مغربية وجنسية هولندية. أعتبر نفسي مواطن هولندي لأنني أعيش في هولندا،
فلدي يعني حقوق لكن كذلك واجبات، وأرى كذلك المغرب يعني بلد الأم، فنساهم طبعا بما عندنا يعني من الأفكار، وأرى أنني كذلك يعني حينما أكون مواطنا هولنديا بمعنى الكلمة أنني أخدم كذلك يعني بلد الأم. أنا دائما أقول المغرب بالنسبة لي وتلك القرية التي ولدت فيها وكأنها زاوية، حينما أذهب إليها يعني أرتاح لها كذلك. أنا حينما أتيت من المغرب وجيلي كذلك وكذلك جيل أباؤنا كنا يعني نعرف أننا أتينا من أزمة، فالأزمة تلد الهمة، يعني كانت عندنا همة لكي نحقق أهداف ونخدم ونعمل. حمدين الله على أننا أتيحت لنا هذه الفرصة، مع أن الأجيال الصاعدة الآن أنا أسميهم الأجيال المكدونالد، يعني يعتقدون في بعض الحالات أن السماء تمطر فضة وذهبا، يعني ينتظرون الآخر أن يصنع لهم، مع أننا إحنا يعني جيلنا تربى على أن أنت يجب أن تحقق أهدافك بالعمل بالاجتهاد بالقراءة، وأن تكون إنسان كريم شريف من حيث أنك يعني تسترزق يعني بفعل يدك. يجب ألا يفرقنا العرق أو لا يعني أصلنا، وإنما الذي يجمعنا أننا كلنا مواطنون لهذا البلد، وأن هدفنا يجب أن يكون هدفا واحد، وهو أن نبني وطننا، لأن مستقبلنا في هذا الوطن في هذا البلد، وأن نتعاون في هذا الإطار، نحترم القانون ونعمل. المواطنات لا تعني حقوق فقط ولا تعني كذلك الزبونية، أنت لست زبونا في وطنك، إنما يعني كشاب عربي أو غير عربي فأنت مواطن لك حقوق، لكن ليست لا حقوق بدون واجبات. أغلبية الأوروبيين يعرفون أن للعرب مجد وللعرب تاريخ، وأن عربية مثلا لغة عالية، لغة الشعر، وأن الإسلام دين ذا قيم عالية، وإن كان هناك متطرفين وسلفيين الذين يدخلون البيوت يعني بعنفهم، يعني لغة العنف، لغة الجهاد، ولغة لغة القتال ولغة القمع. نرى أن يعني المجتمع الأوروبي في الحقيقة لا يتبنى يعني كله فكرة أن الإنسان العربي إنسان متخلف وهمجي وكسول، ليست هذه هي تجربتي. Ja, je had het mij gevraagd, dus ik heb gekozen voor Sora de Bijen. Ja. Dus de Soras hebben allemaal een naam en dit is Sora de Bijen. En Sora de Bijen gaat eigenlijk over de kernwaarden van de islam. Het is niet alleen maar een kwestie van nemen, maar ook geven. En de bij staat daar symbool voor als een klein beestje wat eigenlijk van de ene bloem naar de andere vliegt. Ja. En uiteindelijk honing maakt. Dus eigenlijk het schoonste, de honing met energie en geneeskracht, zoals de Koran dat ook beschrijft. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم.
Nou, het is een vers die eigenlijk gewoon zegt van Allah draagt ons op om rechtvaardig te zijn. الثقافة العربية هي كانت في الحقيقة يعني أساس تكويني وأعظم كتاب عربي استفدت منه وأستفيد منه إلى يومنا هذا وسأستفيد منه إن شاء الله مستقبلا وطبعا القرآن. واستفدت كذلك يعني الثقافة العربية يعني ثقافة يعني غنية يعني أحب الشعر العربي. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مسلم سأعيش دوما مسلما، فليعلم الحاقدون أني ها هنا يعني في هذا البلد. قرأت كثيرا للمفكرين العرب والمسلمين استفدت منهم يعني أن 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 أدمج يعني هويتي المغربية والعربية والإسلامية والهولندية إلى شخصية يعني لها قناعة مبنية على قيم، ليست قناعة مبنية على عرق. فأنا لا أتضامن مع إنسان آخر بمجرد أنه له جنسية معينة، وإنما أتضامن مع الحق ضد الباطل. أنا متزوج، أب، عندي 4 أولاد. أحاول أن أكون نموذج، لأن التربية هي أن تكون يعني مثل وقدوة لأولادك. أحاول أن أربيهم أنهم يكونوا يعني مواطنون، يعني أناس إيجابيون يأخذون يعني الفرص الموجودة ويكونوا يعني كذلك يعني يستفيدوا ويفيدوا. ألفت كتاب بعنوان حلم الهولندي، فأرى أنا مثلا من الواجب أن أحكي أن مثلا أنني كمسلم مقتنع بإسلامي، هي أن إسلامي يربيني على الرحمة، يربيني ويحاسبني على الإنسانية، أن ديني يعلمني أن أتبنى الحرية، لك دين ولي دين. فلهذا كتبت هذه المذكرة لأقول أن لدينا أحلام وحلم الهولندي، يعني أنني أعيش في هذا البلد الذي استفدت منه الكثير وأريد أن أرد لهذا المجتمع، لا أخذ فقط ولكن أعطي كذلك.